خطوات جديدة تسير عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على طريق التمكين السياسي، ومضيها قدما على طريق تمكين المجلس الوطني الاتحادي من أداء دوره على أكمل وجه، تنعكس في تمكين المرأة الإماراتية من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والبرلمانية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على السير بخطى ثابتة في استكمال مسيرة التطوير والبناء والتنمية والارتقاء بين الأمم. واليوم 8 سيدات ينضممن إلى الأعضاء 20 الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والذي انطلقت أعماله اليوم، بينما تم انتخاب الدكتور أمل عبدالله الكبيسي رئيسا للمجلس الوطني الاتحادي، وبذلك تعتبر الكبيسي أول سيدة في الوطن العربي تتولى رئاسة البرلمان الإماراتي. لا شك أن السيرة الذاتية للمرأة الإماراتية سيرة تدعو إلى الفخر والاعتزاز بما حققته المرأة الإماراتية وتحققه كل يوم من تقدم ومشاركة متزايدة في مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بصورها كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحيث باتت المرأة سنداً وداعماً للرجل في كل المحافل وعلى مختلف الأصعدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. سعادة حمد الرحومي، أهلا ومرحبا ومساك الله بالنور. خير والنور، يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا وسهلا. سعادة، اليوم طبعا كان أول أيام انعقاد المجلس التشريعي، إذا بتخبرنا شو هي أهم المخرجات اللي صارت اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اليوم يوم حافل، ويعني أول شيء وصول الشيوخ كلهم الله يطول بعمارهم، ومن ثم افتتاح الدور 16 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ومن ثم الله يحفظه ألقى خطاب رئيس الدولة الله يحفظه ويشفيه، ومن ثم تم عملية الانتخاب، والحمد لله يعني لأول مرة يتم انتخاب الأخت الدكتورة أمل الكبيسي لتكون أول رئيسة في تاريخ المجلس الوطني، ومن ثم انتخاب الأخ مروان بن غليطة كنائب للرئيس، والأخ عبد العزيز زعابي كنائب ثاني، وتم انتخاب اللجان، بقية اللجان والمقررين واللجان البرلمانية واللجان الدائمة. والحمد لله كان يعني يوم مشهود، يعني لين وقت متأخر احنا استمرينا في موضوع الانتخابات، في موضوع توزيع المهام، والحمد لله مخرج مهم جدا للدولة، ورد بالفعل وليس بالكلام بأن نحن خواتنا مهاتنا بناتنا يعني مفتوح الطريق أمامنا للوصول إلى أي منصب في الدولة دون أي عائق. ويعني اليوم وجود دكتورة على رأس مؤسسة مثل مجلس الوطن الاتحادي، أعتقد أن تحول ممتاز ورسالة إيجابية للخارج بأن بالفعل الدولة عندنا نحن يعني فيها طاقات وإمكانيات بشرية يتم استغلها سواء كان رجل أو امرأة. طبعا سعادة حمد الرحومي، اليوم الأمين العام للأعضاء والمنتخبين قدم عرض شامل عن يعني الكثير من الأشياء، ولكن علمنا أيضا أن هناك العديد من الاستفسارات اللي كانت موجودة من قبل الأعضاء، فهل هذه الاستفسارات تبشر بوعي ما هو منشود من أعضاء المجلس في هذا اليوم؟ نعم، أنا ما حضرت الـ 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 لأن هذا كان أمس. نعم. لقاء ما بين الأعضاء المعينين الجداد على أساس أن يشوفون آلية العمل في المجلس. جميل. ولكن اليوم احنا اجتمعنا مع الجميع وشفناهم، وبدون أي مجاملة الأمور تبشر بالفعل، طاقات وإمكانيات جيدة،
ووعي، ويعني ناس لما تقرأ السيرة الذاتية تعرف أنك أنت عندك إمكانيات ممتازة بتضيف للمجلس إضافة جيدة، وبوجود قيادة الآن يعني في المجلس الوطني قيادة عندها خبرة تراكمية أصلا من 8 سنوات. هذا أنا أعتقد بيعطي زخم، وبإذن الله بإذن الله نتمنى ونتوقع أن نشوف مجلس وطني فاعل في هذه الدورة، يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين ويلبي رغباتهم في نقل احتياجاتهم وبعض الإشكاليات إذا كانت موجودة إلى متخذين القرار. وإن شاء الله نحن متفائلين ومستبشرين بشكل إيجابي بشكل كبير جدا إن شاء الله. طبعا سعادة حمد، أيضا هناك إن شاء الله يوم الثلاثاء المقبل أول جلسات العامة للمجلس، فالفرق بين جلسة اليوم والجلسة القادمة يوم الثلاثاء لو نوضح أيضا للجمهور اللي يحضرنا اليوم. بس أعتقد أن الجلسة ما بتكون يوم الثلاثاء القادم. نعم. الجلسة هي اليوم تعتبر جلسة إجرائية. جميل. بمعنى أن نحن ما ناقشنا أي شيء، ما تكلمنا عن أي مواضيع، ما عندنا حد ممثل بالحكومة على أساس أن نتناقش فيها، لا. نعم. اليوم كامل فقط هي جلسة إجرائية، الحكام الله يطول عمرهم وكلهم كانوا موجودين، الافتتاح ومن ثم خطاب رئيس الدولة الله يحفظه، ومن ثم خطاب المجلس الوطني، وعقبه تم يعني خذنا فترة طويلة في توزيع الأدوار، لأن تعرف في عندنا لجان برلمانية وفي عندنا شعبة برلمانية وفي عندنا لجان وفي عندنا لجان ثائرة يعني دائمة طبعاً في المجلس، وعندنا انتخاب الرئيس ونائب الرئيس النائب الأول والنائب الثاني والمقررين، فهذه كلها كانت إجراءات وكلها كانت انتخابات طبعاً. يعني بمعنى أن لما يدخلون 4 أو 3 على منصب معين لابد أنك أنت تقوم بعمل الانتخابات داخليا، فهذه تعرف انتخاب وتصويت ومن ثم فرز ومن ثم اعتماد الانتخابات هذه، فكان يعني يوم حافل بالنسبة للأعضاء. يعني المرة الأولية كان يوم حافل بالانتخابات بالنسبة للمواطنين، الآن بالنسبة للأعضاء نحن نطبق هذا الأمر الآن عندنا، وبالفعل طلعت عندنا نتائج أعتقد وفرزت أشخاص ما شاء الله يعني ممتازين جدا الحمد لله. سعادة حمد الرحومي، طبعا يومكم كان طويل والظاهر عليك انه يعني اليوم كان حافل عندكم، ربي يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله نحن نتمنى الله في القريب العاجل ان شاء الله نكون موجود ايضا معنا لتوضيح بعض الامور عن المجلس وما هو قادم ان شاء الله في دولة الامارات. شكرا لك جزيل الشكر. ان شاء الله، بارك الله فيك. الله بارك الله، الله يسلمك. عندنا بعد عبر الهاتف سعادة احمد علي الزعابي، عضو في المجلس الوطني الاتحادي سابقا، مساك الله بالنور. مساء الخير والنور، كيف الحال طال عمرك؟ بخير يا هلا ومرحبا. سعادة أحمد علي الزعابي، لو بتخبرنا في بداية الأمر كأول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية على المستوى العربي، تخبرنا عن هذا السبق أو هذا الحدث اللي صار. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أولا أرفع أسمى التهاني لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة وإلى سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة ولا إخوانا من حكام الإمارات طبعا على ما تبوأته دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا السبق الذي حصل لأختنا الدكتورة أمل القبيسي، وباعتبار أنها هي أول امرأة تترأس مؤسسة برلمانية في على مستوى العالم العربي. وأيضا طبعا هذه الخطوة أنا أعتقد أنها عززت موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة. نعم. في دعم المرأة، المشاركة في الحياة، المشاركة في الحياة السياسية والعمل البرلماني. وطبعا الدكتورة أمل يعني مش غريب عليها هذا الوضع، لأنها سبق أنها رأست المجلس في الدورة السابقة اللي هو في جلستين أعتقد كنا موجودين معها، وهي من خيرة بنات هذا البلد ومن خيرة من يمثل هذا البلد سواء كان على المستوى المحلي أو حتى في المحافل الدولية، وكانت معنا في أكثر من محفل دولي، وكانت ما شاء الله هي من يعني متكلمة لبقة لديها الرغبة في أنها تخرج طاقات المرأة الإماراتية الكامنة، وهذا إنما يدل على يعني حرص القيادة في دولة الإمارات أنها وضعت استراتيجية للنهوض بالمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعطتها كل مقومات النجاح حتى أنها أصبحت هي الآن هي قائدة لهذه المؤسسة البرلمانية.
فطبعا كل التحية والتقدير لأختنا الدكتورة أمل البيتي، والله يوفقها إن شاء الله تعالى. آمين آمين. في خلال هذه السنوات الأربعة بإذن الله تعالى، وتكون نعم القائد لهذه السفينة المهمة، وهي السفينة التشريعية لدولة الإمارات العربية المتحدة وهو المجلس الوطني للاتحاد. سعادة أحمد علي الزعابي، شكرا جزيلا يعني تواصلك معنا عبر الهاتف اليوم. نحن عارفين اليوم وهذا الأسبوع حافل بالنسبة لكم، ربي يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما سباقين، ودولة الإمارات إن شاء الله بأياديكم، إن شاء الله دائما على علمها عالي إن شاء الله. شكرا لك. بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى إن شاء الله تكون دائما في على رأس القمم في دولة الإمارات العربية المتحدة. آمين. شكرا لكم. شكرا لك يا رب. إذا مشاهدينا، كان معنا عبر الهاتف سعادة حمد الرحومي، وأيضا سعادة أحمد علي الزعابي من المجلس الوطني الاتحادي. نأخذكم الآن إلى فاصل ونعود بعد قليل.